قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر مئات المساجد الأثرية وعددا من الكنائس في القطاع خلال عدوانه المستمر عليه منذ أكثر من 3 أشهر. وأوضح المكتب الحكومي في بيان إن الاحتلال يسعى إلى طمس الوجود الثقافي والتراثي الفلسطيني ودثر الشواهد التاريخية والعمق التاريخي الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى أن أصول بعض المساجد والكنائس يعود تاريخ بنائه إلى 800 عام قبل الميلاد. ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، استهدف الاحتلال المواقع الأثرية والتراثية أكثر من 200 موقع أثري في محاولة منه لطمس التاريخ الفلسطيني.